في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصلت فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. في إطار المشاركة الاجتماعية لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة فعاليات المبادرة التي أطلقها مأمور أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لدعم أهالينا من محدود الدخل بكافة دوائر الأقسام والمراكز بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. وبشكر وزارة الداخلية وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمحلول شهر رمضان الكريم. بشكر وزارة الداخلية وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين. هنا مصر اللي عشناها إداها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها إداها، هنا مصر. ربنا يبارك ويبارك له. احنا متشكرين قوي على الافضل بتاعته. دي هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيب، سعيد عليك الايام بخير. احنا بنشكركم جميعا وبنشكر سيادة الرئيس. كل سنة طيبين. دي هدية السيد الرئيس. احنا بنشكر سيادة الرئيس، شكرا جزيلا ان هو فاكرنا. بنشكرك يا رئيس. كل سنة طيب يا حاج، وكل سنة طيب ودائما فاكرنا وكتر خيرك. كل سنة طيب. كل سنة وانت طيب. طيبين يا باشا، يا مصر. نشكر سيادة الرئيس ونقول له بارك الله فيك وتعبينك معانا، وتحيا مصر، تحيا مصر. هنا مصر اللي عشناها. طيبين. تحيا مصر. انتوا مبسوطين؟ الحمد لله تمام. كل سنة وانت طيب يا سعادة الرئيس. كل سنة وانت طيب. وانت بألف صحة وسلامة. ربنا يخلي الرئيس ويبارك. بنشكر السيد الرئيس ان افتكرنا بهدية رمضان في المكان اللي احنا عايشين فيه. بنشكر سعادة المأمور ان وصلنا لحد هنا. كل سنة وانت طيب. حرصت المأموريات على التوجه إلى المواطنين في المنازل والمزارع وأماكن العمل لضمان حصولهم على هذه المساهمة الفاعلة من وزارة الداخلية. كل سنة طيب وتقضي كل خير. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد وإحنا بنحب. نشكر ان انتوا جيتوا لحد هنا. يا رب يخليكم صوتنا سمعنا، يا رب يخليكم يبارك فيكم يا رب. احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر. انا كنت في الغيط، بصيت لقيت الظباط جم عليا وسلمونا كرتونه وبقول له كل سنه وانتم طيبه بمناسبه شهر رمضان. هنا مصر اللي عشناها. نشكر رئيس الجمهوريه وزاره الداخليه على الهديه الحلوه دي. بنحب مصر، هنا مصر اللي عشناها. مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد من المبادرات الإنسانية التي يمتد صداها إلى كل ربوع الوطن لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم ورسم البسمة على وجوههم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تتجلى فيه أسمى معاني التكافل الاجتماعي.
شاكرين جدا للشرطه وشاكرين جدا لسياده الرئيس، وبقول له كل سنه وحضرتك طيب. يا رب يحفظكم ويحفظ مصر ويحفظ شعب مصر العظيم من كل مكروه وسوء يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف، ربنا يخليكوا ليا يا رب. هذا ما تنكسرش لكم ابدا، تتنكوا جايين لي وادوكوا عمر على عمركم وما ينكسرش خاطركم. اتفضلي يا حاج. لا انت ولا الرئيس ابدا.